إذا ذكر الإنسان النجاسة في ثوبه وبعد دخوله في الصلاة ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة فماذا يفعل؟ إذا كان يعلم أن في ثوبه نجاسة هذا الذي عليه بعدما دخل الصلاة فإن كان عليه ما يكفي عنه يخلع في الحال يصلي هنا عليه من سراويل وقميل مثلا أو مقطع ثاني تحته، فإذا كان لا ما عنده لها ثوب يقطع الصلاة ويروح يزيد يخلع الثوب هذا ويلبس نظير سليم أو يغسل إن كان عند الله يغسل ثم يصلي به على ذلك. وإن كان ما دخل بعد الصلاة وانتبه إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، صلى في ثوبه نجاسة ولكن لم ينتبه إلا بعد الصلاة بعد ما سلم صلاته صحيحة، لأن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم وعليه الأعلى، فجاءه جبرائيل وذكر له أن فيها قدرا خلعه ما ثم أتم الصلاة ولم يعده بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن إذا جهل النجاسة في ثوبه فلا يدري إذا بعد الصلاة فإنه لا يعيد صلاته صحيحة على الراجح. أما إن دره في الصلاة فإن استطاع يخلع الغطرة فيه انطرح، إن علمه في يديه انطرح، أو في ثوب عالي تحته ثوب يخلع يصلي في ثوبه تحت النظيف. أما إذا كان ما عليه إلا ثوب فيه نجاسة فإنه يقطع الصلاة ويذهب حتى يلبس لباسا طاهرا أو يغسل هذا الثوب ثم يصلي ولو وحده إذا فاتته جماعة. إذا انتجب أحد المؤمنين لكن هذا غير ما إذا صلى وهو يحصون طاهر وينفى توضع، هذا يعيد على كل حال يصلي مع الناس أو إمام، ولكن لما صلى درى أنه على وضوء يحصون على وضوء يزرى أنه على وضوء أو على جنابه هذا يعيد الصلاة يوضع ويغتسل ويعيد الصلاة ما يعيد هذا. إن جميع أهل العلم انتبه أن هذا الصلاة أن صلى وهو على وضوء ويعيد الصلاة، بخلاف الذي صلى في ثوب النجاسة هذا أشبه صلى في ثوب نجاسة وفي سروال نجاسة ولم يعلم أن بعد السلام هذا حين لا يعيد، لأن وجود نجاسة الثوب أسهل من عدم الطهارة من الغسل.